دائما مساء الخيرات وريالات، ومعكم انا مصطفى الاغا ببرنامج كلنا نفوز الليلي. طبعا اليوم عندنا 1 2 3 فرزوا، ولسه في 9 موجودين باللعبه، وممكن يرجعوا الكل بعد اذا صار بلاك اوت، لانه صار عندنا بلاك اوت واحد. طبعا بكل حلقه في عندنا سؤال من نجم او نجمه عربيه بيجوا بيسالوا معنا وبيشاركوا معنا بالبرنامج. نقول لهم كل الشكر للنجوم اللي طلعوا معنا وراح يطلعوا معنا، بس السؤال ب 1000 ريال، من هو نجم هذه الليله؟ مساكم الله بالخير، وكلنا ان شاء الله فايزين مع المتميز الاعلامي الرائع الراقي ابو كرم مصطفى الآبا. ان شاء الله كلنا فايزين. سؤال اليوم، السؤال شو يقول؟ سويت انا مسرحيه اسمها باي باي لندن، يمكن الاغلب شايفين المسرحيه هذه. في مسرحيه باي باي لندن بالفصل الاول انا كنت متنكر بزي الشاب المغربي، فشنو كان اسمي وقتها؟ شنو كان اسمي لما تنكرت بزي الشاب المغربي؟ هل كان اسمي شارد بن جمعه كاختيار اول؟ الاختيار الثاني، هل كان اسمي العرب الصديق؟ هل كان اسمي نهاش فتى الجبل والبراري والقفار؟ 3 اختيارات، اختاروا الإجابة الصح وشاركوا، وإن شاء الله كلكم رابحين وكلكم فايزين مع الجميل مصطفى الآغا. سلام. يا حبيبي يا أبو حسين، يا حبيبي حبيبي الغالي. السؤال سهل، عم بيقول بشخصية مغربية جسدها النجم العربي الكبير داود حسين في مسرحية باي باي لندن، شارد بن جمعة ولا العربي الصديقي ولا نهاش فتى الجبال والبراري والقفار؟ والجواب مش من عندي، الجواب من عند أبو حسين. أخو كوم العرب الصديق من المغرب. خير؟ أخو كوم العرب الصديق من المغرب. أي شارع؟ شنو هذا؟ اسمي هذا. إذن الجواب كان على لسانه، العربي الصديقي من المغرب، ومنشوف مين جاوب صح. يا شباب الجواب عم تطولوا بالجواب. نصار جاوب غلط، ياسر جاوب غلط، حسام الهلالي والاتحادي جاوب غلط، نادر جاوب غلط، عامر من سوريا، وميثا ولا عم هن اللي جاوبوا صح، وزبيدة. عامر تحياتي يا عامر من سوريا، حياكم كرم. هلا هلا بالحبيب، هلا. انت ومين قاعد؟ شكله هذا ابني حسين بيشبهك. هلا هلا حبيبي عامر. هلا حسين، هلا هلا. ايوه فوتوكوبي. اي والله فوتو مثل ابني انا كرم، بيقولوا لي ابدا نسخه يعني طبق الاصل. وين عايش يا عامر انت؟ انا مقيم بالامارات. والنعم والنعم. شو تشتغل؟ انا صيدلي. صيدلي يا صيدلي يا صيدلي، بدي دواء لها وبدها دواء لي. ايوه انا، ايوه انا. صيدلي يا حبيبي، حبيبي عموره. طيب يلا احنا رح نجي على السؤال رقم 17. السؤال رقم 17 وهو ما طلع، وهو وهو طلعت روحي، ما طلع السؤال، طلعت روحي. ما هي جنسية أصغر سباحة شاركت في تاريخ بطولات العالم للسباحة؟ هل هي بحرينية أم إماراتية أم عراقية؟ أنا أعطيت الجواب، أنا أعطيت الجواب يا عامر، يا ميتا، يا ولاء، يا زبيدة، أنا ويا نوف، أنا أعطيت الجواب بطريقة كلامي، أعطيت الجواب. 10 ثواني خلصوا، حنشوف الجواب الصحيح، وهي بحرينية. بحرين يا ميتا شكل جاوبت صح، جاوبت. عامر جاوب صح، الكل جاوب صح والله. طبعا طبعا طبعا، شكرا إلي.